الخبر اللي عادنا عن نورمار وليش هو ضايد. فنورمار نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات وبهذه الستوريات صار يقول بيها انه فتح الايميل مالته وشاف كل الايميل عباره عن بلاغات، وهذا الشيء قاعد يتسبب المقاطع قاعد ينزلها الاشعارات من قد توصل ولا الاقتراحات، وهذا الشيء طبعا صاير بيه فاني اعرف شعوره بالضبط بسبب كميه البلاغات اللي كريتها من اليوتيوبر. فقناتي بعام 2021 ما بكون مشاهدات غير بس 6% من الاقتراحات والاشعارات هواي انضربت عندي. فيقول الله لا يسامح كل واحد يحاول يقطع برزقه، فالله يمهل ولا يهمل. فلهذه الجلادين لازم نوقف فيه نورمار ونحاول ندعمه وننشر قناته بكل مكان على مود ترجع القناه تحيه من جديد. وبنفس الوقت طبعا هو وصل على حسابه بالانستغرام 700,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايبي تباركوا لي بالكومنتات. ننتقل حاليا للقمر، واول شيء يا حبايب انه هواي من المتابعين لاحظوا يا حبايب انه نورمار وقمر ما التقوا امبارح ويا بعض على واحده من السفن. فبحيث قمر رزت هاي الاستوريات من داخل السفينه، وبنفس الوقت اكو شويه استوريات بين انه نفس هاي السفينه كان بيها نورمار وفريقه، فيعني انهم التقوا بنفس المكان. اضافه انه طلع شويه اشاعات انهم قاعد يصير مفاوضات انه قمر ترجع للفريق، ما ادري الصراحه. وبنفس الوقت قمر نزلت على حسابه بالانستغرام شويه استوريات يا جماعه اكو هاي مواضيع تزعجني، فتريد تفتح بث مباشر الساعه بالخمسه اليوم وراح تحكي بيه هواي مواضيع عن تزعجها، واول واخر مره راح تحكي عن هذا الموضوع. فشو تتوقعون يا حبايب قمر مره راح تحكي بهذا البث المباشر الخطير اللي راح ينفتح لكم بعد شويه تقريبا، وشنو راح تكشف بيه من حقائق؟ ننتقل حاليا لاخبار بعض اليوتيوبر الباقين، ونبدي بنور ستارز وتهجمها على نارين بيوتي وغيث مروان. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر بهذا البث المباشر، صارت تقول بيه انه هواي من الاشخاص اساسا الى ما يعرفون من هي البرتقاله المعفنه، وهي اشخاص صاروا يقولون انهم يعتقدون انهم البرتقاله المعفنه، واللي منهم غيث مروان هو صار يعتقد انه هو البرتقاله، ولكن تقول انه مو هو غيث مروان، وانما صارت تقول انه اذا عرفتوا من هذا الشخص هواي راح تنصدمون، وان يمكن هي بالمستقبل توضح من هذا الشخص وتقول انه هو البرتقاله المعفنه. ليك اتركوا البرتقاله المعفنه بحالها، يعني اتركوا لنا اياها خلص. كلمه وانقالت بوقتها ومين ما حدا بيعرف مين على فكره، انتم يعني ما حذرتوا مين البرتقاله المعفنه. كتير عالم قالت أنا، وكتير عالم حاولت تحذر، وكتير عالم حاولت إيه، بس إنه أنتوا ما حذرتوا. بس منيح إنه ما حذرتوا، لأنه إذا بتعرفوا مين ساعتها هون هيدا. بس أنا خلص يلا، بس بليت بطلوا تسألوا لأنه ما حذرتوا أنتوا مين، وأنا ما حقول حاليا مين، بس ممكن بشي يوم من الأيام أقول مين. بس في كتير عالم طلعوا أنا، في كتير عالم أنا وهي وهي. لا حبيبي ست عود يا سؤال كتير بضحكني. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات مين تتوقع هو البرتقالة معفنة، خاصة بعد ما اكتشفنا انه هو مو غيث مروان. وبوصل حبايب طبعا لا تنسون تشتركون بالقناة، لان بعد شوية بث قمر مار راح ننشر لكم اياه، فالكل يشترك بالقناة يا حبايب وحط زر اللايك، نوصل المقطع 50,000 لايك عم ننشر لكم قمر البث مع قمر مار بسرعة. وبس كان فيزي من خاتمة الخصاص، ومع السلامة.